بعد نهاية الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس بثلاث أيام خلصنا ماتشات الجولة الثالثة بسرعة جدا. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. اختيار أفضل 11 في الجولة دي كان أصعب من الجولتين اللي فاتوا. في حراسة المرمى بداية المفاجآت، محمد عواد حارس الزمالك اللي أنقذ لفريقه نقطة كانت كمان هتضيع ضد نادي مصر. في خط الدفاع عمرو الحلواني ظهير حرس الحدود اللي سجل جول ماركة مسجلة من ركلة حرة وأرسل 11 عرضية علشان يكون أخطر سلاح هجوم الحرس الحدود. محمود رزق للماتش التاني على التوالي بيسجل بنفس الطريقة علشان يدي الاتحاد الفوز التاني في الدوري، بس المرة دي الجول كان في المصري. ضد الزمالك نادي مصر احتاج مدافع يكون خبير يوجه زمايله ضد طوفان نادي الزمالك، وفعلا نجح بجدار. في خط الوسط ثلاث لاعبين من النادي الاهلي، حمدي فتحي اللي بيواصل اداؤه كويس جدا في خط وسط النادي الاهلي وسجل اول اهدافه في الدوري السنه دي. محمد مجدي قفشه صانع الالعاب المثالي في خطه رينيه فايلر، ليه؟ لانه قادر ان هو يوصل زمايله للجول باقل عدد من اللمسات وكمان قادر يسجل، لكن المميز مجهوده البدني، دايما قفشه قادر يرجع يقدم المردود الدفاعي كويس، وعشان كده انهى ماتش اسوان جنب حمدي فتحي بعد اصابه عمرو السوليه. الاسم الثالث من النادي الاهلي حسين الشحات اللي احنا حاسين كانه انضم للاهلي الموسم ده مش الموسم اللي فات، واعاد اكتشاف نفسه مع رينيه فايلر، ده لان حسين الشحات دايما قادر انه يسجل ويصنع لما بيضم العمق الملعب مع رمضان صبحي. الاسم الرابع في خط الوسط محمد جمال تريكا اللي ما بدأش الماتش ضد الزمالك، لكن مشاركته كانت في الدقيقة 35 لما نادي مصر كان متأخر بجول، عمل المطلوب منه، ساهم في جول التعادل وكان صاحب خطورة كبيرة جدا في أغلب هجمات نادي مصر. في خط الهجوم محمد فاروق اللي سجل جول وصنع التاني البيراميدز عشان يخطف في التعادل مع طلائع الجيش 2-2. محمد فاروق شارك وبيراميدز بيلعب ب10 لاعبين بعد الطرد اللي تعرضوا ليه في الشوط الاول، صنع الجول الاول وسجل التاني في الثواني الاخيره. الاسم التاني معانا هو كريم طارق سبايدر طلائع الجيش، سجل جول كاد يكون قاتلا لطلائع الجيش في بيراميدز، لكن محمد فاروق سجل هدف الانقاذ في الثواني الاخيره. الاسم الثالث والاخير حسام حسن نجم نادي سموحه اللي سجل اجمل جول في الجوله وهدف عالمي علشان يمنح سموحه الفوز الاول في الدوري على انبي. افضل فريق في الجوله الاهلي. الاهلي بنفس التشكيل بعد 3 ايام من مواجهه الانتاج والفوز الكبير بيلعب ضد اسوان في درجه حراره مرتفعه وعلى ملعب مش احسن حاجه، بيقدم اداء كويس جدا علشان ينهي حاجه كانت مسيطره على فكر جماهير النادي الاهلي السنه اللي فاتت، ان الاهلي دايما بيقع بدنيا في الشوط الثاني. السنه دي الاهلي مميز بدنيا، وكمان رغم الاعتماد على الروتيشن في بعض الماتشات لكن الاسماء بتتغير واسلوب اللعب ما بيتغيرش. الاهلي لاعب بنفس الفكر ونفس الاسلوب ضد كانو سبورت في افريقيا وضد الزمالك في السوبر وفي ماتشات الدوري، الاسماء بتتغير لكن الاداء وطريقه اللعب ثابته. افضل لاعب في الجوله حمدي فتحي. حمدي فتحي اضافه مهمه جدا في خط وسط النادي الاهلي، لو انت فعليا ما تعرفش مركز حمدي فتحي هتحتار هو ارتكاز ولا صانع العاب، بيقدر يسجل وبيقدر يصنع، لكن المميز في حمدي فتحي ان تقدمه للهجوم مش بيأثر على سرعة ارتداده دفاعيا، علشان كده ضد اسوان وبعد اصابة السولية كمل لوحده في الارتكاز. افضل هدف في الجوله جول حسام حسن لسموحه في انبي، تسديده مباغته من نص الملعب بعد ما حسام حسن لمح تقدم البلعوطي حارس انبي علشان يسجل اجمل اهداف الجوله ويمكن يخلص الدوري وهو اجمل اهداف الموسم. افضل مدرب في الجوله عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر اللي حقق تعادل غير متوقع ومفاجئ مع نادي الزمالك وكان قريب كمان من تحقيق فوزه الاول في الدوري الممتاز. التعادل ما كانش صدفه، خاصه ان عبد الناصر محمد عمل تغييره الاول في الدقيقه 35، اشرك محمد جمال تريكا اللي بدا هجمه التعادل وفي نفس الوقت شكل خطوره هجوميه جدا على مرمى نادي الزمالك كان قادر ان هو يحقق بيها فوز كان هيبقى اكيد اكيد اكبر مفاجاه في الجوله. مفاجأة الجولة صدارة مبكرة للأهلي، قبل ماتش القمة بينفرد الأهلي بصدارة الدوري مستغلا تعادل الزمالك وتعادل بيراميدز عشان يسهلوا الأمور أكتر على رينيه فايلر اللي مقضيها أربعات وخمسات ومش مستني هدايا من حد.